الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أولاً حيث أتاح لي هذه الفرصة السعيدة الذهبية، ثم أشكر رئيس الحفلة فضيلة الشيخ المفتي منير أحمد النعماني حفظه الله ورعاه، وبعد، رئيس الحفل الكريم والقضاة المحترمين والعلماء الصالحين والطلاب المجتهدين وعامة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أقدم أمام حضراتكم كلمة موجزة حول حب الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياته. أيها المستمعين الكرام، حب الرسول الذي كان موضوعاً لحديثنا اليوم هو فرض على كل مسلم ومسلمة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن. أحبتي في الله، إن حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو روح الإيمان والإسلام، هو أساس الدين والملة، هو منبع الشريعة والطريقة، هو أصل المتاع العزيز لأهل المحبة والكرامة. وكذلك حب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم العقائد الإسلامية، لا يمكن أن يكتمل إيمان المؤمنين وكذلك إسلام المسلمين بدون هذا. كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيها المحبين المخلصين، إن للحب مقتضيات ومتطلبات، ومن أهمها اتباع وإطاعة. يعني يتقاضى حب الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نتبعه في جميع الأحوال والأعمال، في العبادة، في التجارة، في المعيشة، في السياسة، في الحكومة، في المعاشرة، في الأخلاق والآداب، في الخصائل والشمائل، حتى في جميع النواحي من الحياة. ولذا قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول عليه السلام هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأعمال، فمهما قال أحد قولا أو فعل فعلا أو ادعى دعوة فلا قيمة لها حتى يوزن بهذا الميزان الأكبر. اعلموا، الحب بدون الاتباع ليس بحب، بل هو دعوى الحب فقط. والذي يدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمتثل بأوامره ولا ينتهي عن منهياته ولا يبالي بشريعته ويقع في محارمه، يحلل ما يحرم ويحرم ما يحلل، هو ليس بمحب صادق، والله هو محب كاذب في حبه. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أشد أحبا لله ولرسول رضي الله عنهم أجمعين. كيف هم يحبون؟ كيف هم يظهرون حبهم مع نبيه الكريم صلوات الله عليه؟ كان أبو بكر الصديق أفضل الصحابة بالتحقيق، يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى أن تركت شيئا من أمره أزيغ. وقال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة: أينقص الدين وأنا حي؟ كانت نفس العواطف والمشاعر لجميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا هو قدر مشترك بين جميع الصحابة، أنهم لا يحبون فقط، بل يعملون بمقتضيات الحب كذلك. أيها الإخوة المسلمين، استمعوا جيدا، لا سبيل إلى الهداية إلا بالمحبة مع الاتباع بالعناية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.